طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. أهلا بكم من جديد. طبعا موضوع إطلاق السلطات في العراق لمجموعة من ميليشيا حزب الله فرع العراق، واللي تم اعتقالهم مساء الخميس الماضي بتهمة إطلاق صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء ومعسكرات تستضيف قوات أمريكية، يعني فتح ملف اختطاف آلاف العراقيين وتغييبهم منذ العام 2015. ليش دولة خلال 3 أيام القضاء بت بأمرهم وطلعهم؟ ليش ما دا يطلع ويبت بقضايا المغيبين والمفقودين والمعتقلين بوشايات المخبر السري؟ معروف أنه هناك الآلاف تم اعتقالهم من المدنيين أثناء المعارك مع تنظيم داعش، وتم اقتيادهم من مراكز للنازحين بهم كثير من المخيمات، وأخرى خلال فرار المدنيين من مناطق العمليات العسكرية والمعارك. طبعا على الرغم من تقارير أممية ودولية سابقة دعت السلطات في العراق إلى الكشف عن مصير من تم اختطافهم والتعامل بشفافية مع الملف، إلا أن القضية ما زالت تخضع للمماطلة من قبل القضاء في العراق والحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية وطائفية، معظمها يرتبط بالنفوذ الإيراني في العراق والأطراف المتهمة بالقضية. طبعا نقلا عن تقرير لصحيفة العربي الجديد، يعني قدر فيه بأن عدد المختطفين الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 16 و 18 ألف مغيب، إلا أن ناشطين وسياسيين ومنظمات دولية يتحدثون عن أرقام تفوق ذلك بكثير. أشارت منظمة Human Rights Watch في تقرير سابق لها بأن العراق يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المغيبين والمختطفين، ويتراوح عددهم من 250 ألف إلى 1 مليون شخص منذ العام 2003 ولغاية تاريخ صدور التقرير العام الماضي. طبعا تعتبر ميليشيا حزب الله من أبرز 9 ميليشيات مسلحة متورطة بعمليات خطف وتغييب النازحين، جميعها من الميليشيات المدعومة من إيران. عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الكربولي قال يوم أمس تعليقا على إطلاق سراح مسلحي ميليشيا حزب الله في تغريدة إلى على تويتر، قال بأنه من يتم الإمساك به بالجرم المشهود يتم إطلاق سراحه، بينما من يعتقل أو يختطف بملابس نومه يسجن ويغيب مدى الحياة، مخاطبا حكومة مصطفى الكاظمي بالقول إن عدالة حكومتكم عرجاء. بالمقابل عضو التيار المدني علي الفضلي قال بأن السلطات العراقية كانت سريعة في التعامل مع كل الملفات المتعلقة بالجهات المدعومة من إيران، لكنها تمارس سياسة التغافل أو التناسي عن ملف آلاف المختطفين العراقيين. وأضاف في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأنه كان على القضاء أن يسأل أو يضيف للتحقيق مع المجموعة التي تم اعتقالها سؤال ماذا تعرفون عن العراقيين الذين تم اختطافهم من مناطق سيطرتكم في كذا وكذا، كاشفة عن حراك جديد سينطلق كما قال من بغداد نحو عدة جهات بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر من أجل إعادة تحريك الملف. فهناك كما قال الفضلي أكثر من 100 ألف طفل وزوجة وأم ينتظرون معرفة مصير من تم اختطافهم من قبل الميليشيات. طبعا السلطات الحكومية أفرجت يوم الاثنين الماضي عن 13
عنصر من ميليشيا حزب الله من أصل 14، تم اعتقالهم الخميس الماضي في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، وهم يستعدون لإطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، وفقا لبيان أصدرته السلطات الحكومية في اليوم الثاني من العملية. طبعا على الأقل المتحدث باسم الحكومة أحمد مولا طلال على إطلاق سراحهم بالقول بأن الموضوع متعلق بإجراءات القضاء، وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يتدخل، عضو بالبرلمان كذلك طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد للعربي الجديد وجود أسباب سياسية تحول دون فتح ملف المختطفين والمغيبين والمعتقلين الأبرياء الذين لفقت لهم اتهامات لا أساس لها من الصحة وأجبروا على الإدلاء باعترافاتهم تحت التعذيب. وأضاف في اتصال هاتفي مع الصحيفة بأن خير دليل على وجود عوائق سياسية وميليشياوية في هذا الملف هو عجز الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الكاظمي عن استعادة بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل من سيطرة ميليشيا حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى والسماح بعودة نازحيها إليها. زين، القضاء أنت تبت بقضية صار لها أيام، خلال 3 أيام تخلص القضية والقضية معروف من أول ساعة انتهت. ذولا مساكين العراقيين اللي صار لهم سنين بالآلاف ما معروف مصيرهم، أهاليتهم يقول لك إحنا عمي بطلنا نريد بس نعرف طيبين لو ميتين، لماذا هذه الإزدواجية الطائفية عند القضاء في العراق؟ معنا اتصال أبو كريم من الفلوجة، تفضل أبو كريم. وعليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر تعطيني مجال اليوم، تفضل براحتي. تفضل. أذكرك، حاول هاي الميليشيات وأتبعها. نعم. وياي أستاذ عمر. وياك. هاي الميليشيات هي راعيتهم أمريكا. هي راعيتهم أمريكا هاي الميليشيات، إحنا بالعراق وده نشوفهم يمشون وياهم بس متخفين. يعني هو المدير ماله الأمريكي وليس الخزعلي، الخزعلي راعي مال جواميس. إحنا نعرفهم دولة تاريخهم من قام سعد مسفل هذا اليوم. نعرف تاريخهم شنو، هذا محيدي، هذا راعي جاموسة، هذا راعي عيشة، هذا راعي بقر، هذول الناس كلهم تبعهم أمريكا. وعلى لهذا السبب أمريكا احنا حاسين حساب النفط مالنا، النفط مالنا سوينا له شارة ان شاء الله ما طلعت الإيرانيين وهذا الراعي قيس الخزعلي وربعاء، اذا ما طلعتهم والله النفط راح نفديه للعراق، والله راح نفديه ونطلعهم هم وربعهم. نعم، اقسم بالله العظيم ان يوم الموعد وياهم اذا ما طلعتهم. احنا المساجين مالتنا كلها اخذتها قيس الخزعلي وربعه بامر من امريكا، ولدنا كلها بالسجن. احنا ما ضلينا الناس الاكثر ان شاء الله، خاف ما حقه قله، بس والله العظيم حسبنا لحساب النفط نخليه ينزل بالأرض، لا أمريكي ولا إيراني ولا صيني. زين أبو كريم، شلون نشوف أنت نعم أبو كريم شلون نشوف ازدواجية القضاء بالعراق من يمسك جماعة دا يطلقون صواريخ على دوائر ومؤسسات حكومية 3 أيام يفض شغلتهم ويطلعهم لعدم كفاية الأدلة، وناس صار لها سنوات حتى ما معروف مصيرها، شلون تفسر هذه الازدواجية؟ أنا ما أفسر هاي الحقيقة، هم دولة هم الأمراء، إحنا ما عندنا حكومة، ميليشيات هي الحاكمة، هذه ماكو، كلها اللي مخلينها القضاة مدراء صحفيين هاي كلها تحت الميليشيات. حد يقدر يحكي ويا الميليشيات، هي إيران بأكملها، إيران الاستحلال كامل، وإحنا وصلنا إلى مرحلة يعني أما نقضي عليهم وما يقضون علينا، بعد ما فيها مجال، انتهت الأمور ويانا. هاي صار 20 سنة، هذا ضابط مخابرات صار وياهم صار لليوم 34 سنة، هذا
يعني مو جاي اليوم استعباط هذا. نعم. هذا يعني انت شايف وجهه مال ضابط مخابرات لو ضابط عميل. دولة كليتهم احنا منتهين من شغلتهم. استاذ عمر نبشرك ان شاء الله ونبشر اهلنا بالخارج، والله العظيم ان الموعد وياهم النفط ما نخليه ينزل، حتى ملابس حديد ما نخليه ينزل بيه، والله والله ما نخليها مثل هيروشيما وياهم. نعم. والله كريم. ابو كريم الفلوجة كان معنا، شكرا لك. ابو فيصل من السعودية، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك استاذ عمر؟ يا هلا بيك، حياك الله. هلا بخير استاذ، تحية لك الله يسلمك. تحية ابو كريم من الفلوجة، تحية كل المتصلين. استاذ عمر، بالنسبة لهذه الحكومة، ما فيها حكومة استاذ، هي مسألة الميليشيات وإطلاق سراحة من الإرهابيين المتكهرب على أساس الكاظمي. كل ما يقول الكاظمي بأنه في دولة هو لا دولة، ما غير كذب، كله كذب على تخدير، على أساس أنهم يقمدون محاولة جائزة من الكاظمي لإفشال المظاهرات والثورة. الثورة عاتية، لا لا لا، وإذا ما الثورة هي طبقتين، طبقة فاسدة التي هي من ضمنها مصطفى الكاظمي والجمرة، هذه جمرة إيران والشعب العراقي الشريف، ولابد ما يسقط. هم اذا ما سقطوا هذا النظام سوف يذبح الشعب كله. هذا النظام نظام لا يتناهى عن اي منكر، نظام مجرم مجرم، لم يشهد له مثيل في الاجرام، هذا النظام وكذاب. وتحية لك. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. ابو سالم من الموصل، تفضل ابو سالم. ابو سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيكم ويبارك برامجكم ويبارك بكل شرير. الله يسلمك ويخليك. احنا بحاجه الى شرفاء امثالكم يبينون وجهات النظر الناس حول الامور اللي قاعده تجرى. احنا ما شفنا، احنا ناس كبار بالعمر، ما شفنا هيك حكم ولا شفنا هيك بشر ولا شفنا هيك نوعيات. نعم. يدعون بالدين وهم بعيدين عن الدين، يدعون بالحكم وهم بعيدين عن الحكم، يدعون بكل الامور وهم بعيدين. ليش؟ لان كل واحد من عندهم اجى من لا شيء وصار في مكان، فطبعا ما راح يعبر او ما راح يدير او ما راح ينفذ الامور. يدعون بالدين وداخل هالسجناء اللي وينهم؟ يابا هذا فلان ابن فلان اعدمناه بسبب كذا، صحيح ولا ما صحيح؟ ما حد سأل. او هذا فلان طيب. يعني ما صاير بتاريخ البشريه لا انسانيه لا دين لا مذهب لا واحد والله يصير ما اعرف شلون يفسر وشلون يتعامل معهم، وما ان الا الله نقول الله سبحانه وتعالى ينتقم من هالظلام اللي بهدلوا بالدنيا. وهذول ما يتصورون بان يعني ماكو، ما يتصورون احد يعني يجي يوم هم هم راح يصيرون في موقع مؤذي، والله لا تجيهم ايام اسود مما يتوقعون ويصورون. نعم. فأمنا بالله سبحانه وتعالى بالشرفاء الطيبين، والله يبارك فيكم وممنونين من عندكم. الله يسلمك، هاني أشكرك. أبو سالم من الموصل كان معنا. حسين من البصرة، حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا للقناة وللمشاهدين الكرام. يا هلا بيك. حاليا مناشدات بخصوص طلبة الخارجي، يعني احنا طلبة الخارجي صار أكثر من 10 أيام، يعني جاي ناشد وجاي في مواقع التواصل. إضافة راح تنطلق أستاذ العزيز، راح تنطلق مظاهرات. نعم. السابع يوم 5، هذه المظاهرات نحن نعرف عليه، وهذا الوباء خطر جدا. الآن هي ما جاي تنظر إلنا بأي نظرة، يعني القرارات حاليا يتكلمون بها التربية ويقولون إن هنالك أزمة. يعني نريد نفهم احنا الازمه هذه فقط على طلاب الخارجي، ويتكلم ان طلاب الخارجي اعدادهم عائله، يعني طلاب الخارجي اعدادهم 27,000 مقارنه باعداد الطلاب الصباحي هم 400,000 طالب. لان هذه الازمه فقط على طلاب الخارجي. احنا شنو المانع من وزاره التربيه ان تمتحننا؟ والطلاب حاليا مستعدين يعني ان يمتحنون الكتروني. ما شنو المانع ان يمتحنون الكتروني؟ يعني امتحان التمهيدي يكون الكتروني. نعم.
ما على اساس اضافه يعني قبل ثلاث ايام وزاره التربيه قالوا راح خلال يومين احنا راح نصدر قرار بالنسبه لكم طلاب الخارج. استاذنا العزيز وما يعني احنا هسه احنا وما سمعنا اي شيء قرار التربيه اكثر طلع الاستاذ حيدر فاروق على التلفاز وقال يعني بعد يومين وهناك اجتماعات هيئه الراي وصارنا اكثر من 10 ايام هذا الخبر نسمع انه راح اجتماعات هيئه الراي وينطون قرارات بخصوص طلبة الخارج والى الان ماكو اي قرار لطلبة الخارج يعني حاليا مهمشين طلبة الخارج وكانما ما لهم اي وجود. نعم. فهناك يعني طلاب الطالب قرارات من صفهم يعني نزلوا مقترحات هواي يعني حتى يناشدون ويقولون شنو المانع من ان طلبة الخارج ما يعني وزارة التربية ما موضح اي شيء فقط تقول ازمة. هذه الازمه يعني فقط على الخارجي هذا احنا الاسئله لازم يجاوبون عليها. واذا كان اكو تقشف فالطلاب الخارجي هم قدموا 50 الف على مود الامتحان واضافه يعني طلاب الخارجي اكثر 96 يعني استاذ مواليد 96 حاليا السنه اذا تاجلت السنه ما ينقبلون بعد الكليات الصباحي. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله ويا رب يعني تسمعون خبر جيد صب مصلحتكم من قبل وزاره التربيه. حسين من البصره كان معنا. عندنا ابو كمال من بغداد. تفضل ابو كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي الدول العربيه حكوماتها كلها فاسده مطلقا مع الدول الاسلاميه مع العالم. وانا دائما مرتين او ثالث مره اتصل بكم اقول لكم يجي الامام المهدي ويصفي عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والامور ما تصفى والله بكل الدول. نعم. شو وقت يعني ابو كمال ما غير تكمل ويانا تفهمنا شو وقت حتى نخلص. ابو كمال من بغداد كان معنا. طبعا سبق ان تحدث برلمانيون وسياسيون وزعماء محليون عن وجود سجون سريه تابعه للميليشيات في جرف الصخر تضم آلاف الأشخاص الذين اختطفوا أثناء نزوحهم من محافظات شمال وغرب العراق بسبب الحرب على تنظيم داعش. مدير مركز جرائم الحرب العراقي عمر الفرحان قال بأن بعض المعتقلين فارقوا الحياة بسبب التعذيب في المعتقلات بعد صدور قرارات بالإفراج عنهم. وأكد خلال مقابلة متلفزة بأن العشرات قتلوا في السجون بهذه الطريقة. لفت إلى ورود معلومات للمركز تشير إلى أن معتقلين في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوب العراق تعرضوا للتسميم بشكل متعمد وتساءل عن دور القضاء واللجان التحقيقية والحكومة في ذلك. وأشار إلى وجود جهات تابعة لأحزاب سياسية وميليشيات غير تلك التي التابعة لوزارات الداخلية والدفاع. وبيّن بأن آلاف الأشخاص غيبوا بين عامي 2014 و2016 ولم يعرف مصيرهم لغاية الآن. كما قال اليوم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأن قوة مشتركة من القوات الحكومية والميليشيات شنت حملة اعتقالات عشوائية واسعة لمدنيين. كما قال المركز صباح اليوم في قضاء الطارمية شمالي بغداد. وأوضح المركز بأن الحملة التي نفذها اللواء 42 في ميليشيا الحشد واللواء 59 في الجيش إضافة إلى عناصر من الأمن الوطني والاستخبارات. وأضاف بأن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 50 مدني. وأشار إلى أن القوات الحكومية والميليشيات اعتدت أيضا على النساء بالضرب والإهانة والتلفظ بعبارات طائفية. طبعا بين فترة أخرى تتعرض مناطق حزام بغداد لا سيما قضاء الطارمية لعمليات دهم واعتقال متكررة تشنها القوات الحكومية والميليشيات بناء على تهم كيدية. يعني ما أعرف هاي الطارمية صار لها من 2003 ولغاية الآن كل فترة يسوون عليها الجماعة حملة اعتقالات ويعتقلون الناس. معقول إيش قد يعني عدد السكان بالطارمية 50 مليون ما خلصوا يعني من 17 سنة. نعم. فالازدواجية اللي تحدثنا عنها ازدواجية القضاء في العراق ويقول لك القضاء في العراق مستقيل وأنه فصل السلطات في العراق والدولة تكفل يعني حقوق الإنسان
شفنا الازدواجية دائما طبعا يعني هذا مثال قريب هو اطلاق سراح عناصر ميليشيا حزب الله. اذا انتقض نزيه وما لقيت ادله عندنا الاف من المغيبين وعندنا الاف من المعتقلين شوف مصيرهم صار لكم سنوات. يعني القضاة في العراق اليوم مع الاسف اصبح القاضي يتبع لحزب معين والقضاء اصبح كذلك مسيس وعليه تقارير دولية. لماذا لا يبت بالقضايا الأخرى العالقة منذ سنوات؟ ربما يكون الجواب مع الأسف لأن الوضع في العراق والمحاصصة الطائفية واضحة منذ العام 2003 ولغاية الآن. معنا اتصال أم نصير من بغداد. تفضل يا أم نصير من كربلاء. تفضل يا أم نصير. ألو. تفضلي أم نصير أسمعك. ألو ألو نعم أسمع. ألو تفضلي. ألو السلام عليكم. أسمعك عيني تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. أسلامك على السلام فاتت. يا هلا بيش الله يسلمك. يا أنا عندي ابني. نعم. ابني طلع من البيت نفس الحي ثاني نفس الحي بس اختفى لحد الآن فقد وما أعرف عنه شنو ما شنو استكينا خبرنا ردنا ما حصلنا أي معلومة عنه. نعم اي معلومه ما حصلنا عنه لحد الان ولا مثل الجهاز اللي احدها سوت ابن فتنفيجه مدحل كل شيء ماكو وين ما نروح نقدم قالت ايش سوي بعدنا. ايش قد عمر ابنك ام نصير؟ 91 مواليده. 91 منتمي الحزب الميليشيا منتمي يعني عنصر بالجيش لا بالشرطة؟ لا 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 خريج إعدادية. شلون خريج إعدادية؟ لا ها خريج إعدادية عادل. نعم شنو عداوات برأيك يعني طلع من البيت ما عندكم عداوات طبعا مثلاً؟ لا بيان أنتي ورا قبل المظاهرات ها يعني ابن كان ويا المتظاهرين اي طلعوا لحد الان ما اعرف شنو ما شنو صار له شقد من اختفى؟ راجع يعني بالسنه ونص صار له شي سنه وست شهور راجع يعني للجهات ردنا ماكو نتيجه. لا نعرف ميت نعرف مصيره نعرف عديد نعرف مصيره ما نعرف عنا شنو ما نعرف نراجع القضاة وقالوا والله شو نسوي لكم بعد؟ سوينا العدل شو نسوي لكم؟ نعم ماكو نتيجه. يا باب ندق جامعه النتيجه. انت برايك منو اللي اعتقله؟ ما اعرف ما اعرف ما عنده عدوان ما عنده هو انت متسالم هو دوام البيته ما عنده يعني خاف هو بما انه هو ناشط ومتظاهر وكان ما راضي على الوضع اللي دا يصير بالعراق والفساد فساد الاحزاب اي شيء ما راضي على العراق هو شيء اكيد كل احنا ما راضيين على الوضع هذا كل احنا ما راضيين يعني لا شرطة لا جيش لا استخبارات لا حشد اعطوكم نجدة؟ لا ما نهائيا ما خلينا قلت لك باب ما طرقناه عليه كل شيء ماكو نتيجة ماكو نهائيا كل نزل قال والله شو اسوي لكم بعد انتم؟ مو تقول انسان رايح انسان وقلب ام بينار قلب والد بينار قلوبهم باردة عليه ولا لو ابنهم تكتون ما يسكتون ما يسكتون خلال الدقائق يخلقونه ويجيبونه بس مو ابنهم نعم مو ابنهم. الله يعينك الله يعينك. احنا ما في يوم تعدى عليه هذا مو بس في البيت ومقروب الى عزه زين ما حاسين دينا هم حقه ما فيهم الحق عادي هسه قاعد تشاهد القناه هاي قناه اللي تنقل يعني والله ماكو مثل يعني قناه بس انت قناة الرافدين هي يعني هي تنقل الصوت المطلوبه. نعم والله نسأل الله ان يفرج عنا ويفرج عن جميع العراقيين الابرياء ووالديك ووالديك الله يعينك ويصبرك ام نصير من كربلاء. نعم يعني هذا الرجال لا من خلينا نقول يعني المناطق اللي شهدت فيها معارك مع تنظيم داعش من كربلاء الولد يعني ربما انه هو الرجال كان ناشط كان متظاهر زين انتم من تاخذوه تعتقلوه مثل سياسه العصابات تصرف العصابات
ومن نقول ميليشيات يزعلون، هي الميليشيات تزعل يعني، هو تسميتها بالإنجليزي بالعربي هي اسمها ميليشيا، هي اسمها ميليشيا. زين أنت متختطفه يعني أخذته وأنت على أساس جاي والله يعني جيت ضد نظام دكتاتوري مثل ما أنت تسمي، وأفعالكم كلها ظلم بظلم. أم فارس من سامراء، تفضل يا أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي عمر أنا عندي ابني معتقل. نعم. صار ل 2017. نعم. ابني معتقل 2017. شنو تهمته؟ والله أي شيء ماما عنده. نعم. يعني القاضي حكم عليه؟ والله أي تهمة ما عنده. ماشي. يعني هو هسه بياسجن؟ والله ما أدري بسجن. ها مفقود. يعني مفقود. ما أيه. تدرين بي وين؟ إيه. نعم. إيه مفقود. مفقود. أريد مصطفى الكاظم يذكتي ينصح فعام. يا سنة يا سنة فقد. 2019. شلون اعتقلوا؟ خاف كان ويا داعش؟ لا والله والله من البيت عامل، هو يعني يشتغل عامل وجيت اليوم الوحدة بالليل. نعم. اليوم الوحدة مني قلت لهم وين تجون بيزانا من المختار. الله يعينك الله يعينك ام فارس. نعم بس يعني يسوي لنا مواجهه نروح ندور عليه بالسجونات بس يعني يفرجون عنهم. نعم الله يعينك والله يفرج عن كل بري يا رب. انا اشكرك ام فارس من السامره كانت معنا. ام علاء من صلاح الدين تفضل. يا ام علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بال 2016 بال 2000 بال 2016 16 نعم اي كان هو رجل فلاح. نعم فلاح وحمل مخبر بالكسر اي من 2016. منو اللي اعتقله؟ ما اعرف. كان علي مقامة عليه. يعني شنو طلع من البيت وما رجع لو كان بالدوام لو شلون؟ طلع من البيت وعند السيارة هو رجع مواليد نعم. فأخ قسم شرفه أخذ الحشد ولحد الآن أنا ما خليت أي مكان وما مانع عن نعم. الله يعينكم. نعم الله يفرج عن كل بريء. والله ما عندي بنات ابا بنات تسع بنات. نعم انا اشكركم على قصه مأساويه من قصص العراق مع الاسف المستمره. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. قبل ما نستكمل الموضوع نذكركم بالتردد الجديد لقناه الرافدين، هو 10727 10727 افقي وعلى القمر نايل سات. نعيد لكم اياه، التردد الجديد لقناه الرافدين 10727 افقي. نعم، معنا اتصال ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احيي قناتكم البطل التي تبقى الحصاف وكادرها البطل. اهلا وسهلا بك استاذ عمر. حول موضوعكم اليوم دور الميليشيات في العراق. نعم، وازدواجيه القضاء. نعم نعم أخوي عمر، بالنسبة للدور الميليشيات وازدواجية القضاء في العراق معروفة من الحكومة أيضا. نعرف أنه القانون أو القضاء مسيس وليس قضاء مستقل، بدليل أنه عندما يلقى القبض على أحد قادة الميليشيات أو أحد المخربين من التابع إلى النظام الإيراني تتدخل الميليشيات واطلاق صراحه فورا. دليل انه اطلاق الصواريخ هذاك اليوم او منصه الصواريخ اللي القوا القبض عليها مكافحه الارهاب في منطقه عرب جبور، انه دخلت الميليشيات واطلق الصراح المعتقلين اللي ارادوا ان يخربوا المنشات الحيويه في العراق، وكان دورها ايضا ضرب أهداف معينة وضرب أهداف مدنية. مثلا كانوا مستهدفين إمام الكاظم حتى أيضا يستهدفون الإمام الكاظم حتى يرجعون الطائفة مرة أخرى، ويقولون أنه هذا إطلاق الصواريخ هي من عرب جبور أو من البعثة، وبالتالي سوف تتدخل الميليشيات بضرب المناطق عرب جبور والبعثة. وأيضا أستاذ، دور الميليشيات يشوفه وتخريبه في العراق نتيجة التدخل الإيراني المباشر والدعم الإيراني للميليشيات. الآن الميليشيات هي دولة في بطن دولة أو دولة الظل، تقود نظام عميق أو النظام العميق أو الحكومة العميقة في العراق، الدولة العميقة في العراق، ويقودها نور المالكي والأحزاب الإسلامية اللي تتبع إلى إيران. وبدليل أنه عندما يلقى القبض على مجرمين مرتكبي جرم مشهود شوف رأسا تتدخل الميليشيات وقادة الأحزاب في إطلاق صراحة هؤلاء المجرمين. لو نفترض أنه هذه المنصة أطلقوها من الناس او المناطق الغربيه، والله لكانت المصيبه عظيمه ضد المناطق الغربيه، لانه يتهموها بالارهاب ويتهموها بالعماله. عندما يطلقون الميليشيات على المنشات الحيويه وبالتالي على مناطق مدنيه يعتبروها مقاومه، فنشوف تدخل الميليشيات والأحزاب السياسية المتنفذة في العراق وقسم أعضاء مجلس النواب بإطلاق صراح هؤلاء المجرمين. يعني شوف وسيطرتها على قرار الدولة، هي سيطرة تامة على قرار الدولة والحكومة. نعم، أشكرك أبو الحسن من بغداد. كان معنا أبو حيدر من أربيل، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا أستاذ عمر. نعم. ناحية الدولة، إحنا سجانا الكاظمي أن يكون إن شاء الله يمشي مسار صحيح. أكمل أبو حيدر. نعم أبو حيدر، انقطع اتصال مع أبو حيدر من
أربيل. طبعا عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق ثامر الشمري يعني حذر من كارثة في مراكز الاحتجاز والسجون في العراق، وقال بأن تقارير أكدت حصول إصابات بفيروس كورونا في عدد من السجون، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية لا يحمد عقباها في ظل حالات الاكتظاظ الحاصلة في الزنازير، فضلا عن وجوب التخفيف من العقوبات وإصدار عفو عام عن الذين لا تخل جرائمهم بالأمن العام لغرض تفادي حصول كارثة إنسانية. طبعا عضو مفوضة حقوق الإنسان أنس العزاوي أكد توثيق 28 إصابة بكورونا منتشرة بين السجناء، وأكد بأن السجون في العراق تفتقر إلى أبسط معايير السلامة المعتمدة أمميا. نجي على إحصائية اليوم، إحصائية وزارة الصحة، حيث أعلنت عن تسجيل 110 وفيات و2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية. نسأل الله الرحمة والمغفرة للموتى والشفاء العاجل للمصابين. وبينت بأن مجموع الإصابات التراكمي بلغ 53,708 حالات، وارتفع مجموع الوفيات إلى 2,160. عضو خلية الأزمة النيابية النائب قاطع الركابي قال بأن من أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد هو قيام خلايا الأزمة في المحافظة بفرض حظر شامل للتجوال، فيما تقوم أخرى بفرض حظر جزئي رغم أنها محافظات متجاورة وتعاني من معدلات عالية للإصابة. خلونا نشوف مقطع اليوم لأحد المصابين في إحدى مستشفيات البصرة، وهو يتحدث عن الوضع الصحي في هذه المستشفى والأكسجين اللي ما موجود والكادر الطبي. نشوف المقطع ونرجع لكم. السلام عليكم. هسه أنا بمستشفى الجمهوري، وهي السادسة، الساعة 12:26 خلص الأكسجين وماك عمال يشد لنا، والله العظيم وعوله خلاص، والوادم كله خطية، اللي على نومته واللي مخنوق ما يقدر يتنفس. بس عندي ابني وياي مرافق وياي، هو صاعد راح يشد فوق، صار له 3 أيام هو يشد، الله ما يرضى. نغذي الوادم نغذي الوادم، وهاي رسالة من واحد مريض بالمستشفى، الله ما يرضى لكم. يعني مأساة، لا أكسجين لا كادر طبي والله العظيم. ويقول لك شلون ما ترتفع الحالات في العراق، دمرتوا العراق، دمرتوا الصحة، ما خليتوا بشي، وبعدكم تصيحون احنا دولة واحنا على، والله ما أدري. قل فل على الأمريكان اللي جابوكم وسواكم رجال تحكمون وسلموكم دولة مثل العراق، وهاي مصيرها. يعني انتوا لو غيركم ما يلقى هذه الفرصة في جميع يعني عمر وحقب التاريخ، كان استغلها على الأقل. استغلها يا أخي، استغلها لمحافظاتك، بما أنه أنت طائفي استغلها لمحافظاتك حتى تفوز بالانتخابات. يعني شغل سياسة، ما أعرف، لا محافظاتك مستفادة لا المحافظات الغيرك خلصانة من عندك، ما أدري شنو أنتو، ما أدري والله العظيم. خلونا نشوف هم مقطع لانتشار النفايات أمام إحدى المستشفيات في محافظة بابل، وهي مستشفى المرجان. طبعا هذه باب شعبة الهندسة والصيانة مال مستشفى مرجان، هذه وهذه النفايات أغلبها مال وبائية. شوف هاي البدلة الوبائية وهاي الكفوف الوبائية، وشوف هذا الدم وهاي القذارة، هاي كلها باب شعبة الهندسة والصيانة. هذه لو أكو احترام للكوادر الهندسية، لو أكو احترام للفنيين، كان ما صار هذا. هذا طبعا راح نداوم هنا 24 ساعة، احنا اليوم هاي شعبة الهندسة والصيانة راح نداوم هنا 24 ساعة، هذه معناها قتل. وأنا إذا صار علي شيء كموظف أتهم الدكتور أحمد عبد الحليم وأخوه المهندس علاء عبد الحليم الحاطم القاعدين فوق على التبريد ومخلينا هنا بالنفايات. هذا موظف بالمستشفى ترى دا يصور المقطع، يعني هذا حال مستشفى، يعني كأنه أنت مزبلة، يعني عفو على الكلمة، مزبلة أنت في مكب نفايات مو مستشفى. يعني إذا حال المستشفى بهذه الصورة، شلون لعد الشوارع والمناطق والأحياء؟ يعني والله ما أدري. هاي المليارات اللي دا تروح للوزارات والرواتب وين دا تروح؟
وين تروح؟ وين الرقابه مالتكم؟ والله ما ادري، والله ما ادري. ذول يطلعون يحكون يقول لك احنا نحكم بحكم الامام علي عليه السلام، بريء من عندكم، بريء والله العظيم. خلونا نشوف هالمقطع اخر مع الاسف للوضع الصحي في العراق في محافظه ميسان، شلون الناس اليوم من الصبح واقفه قدام مستشفى الطفل تريد تدخل للمستشفى اللي جماعه سووا حجر لكورونا، وكان المفروض انه يعني احنا عندنا قدره استيعابيه المفروض طبعا، بس هذا ما صار في ظل حكم الاحزاب الاسلاميه والميليشيات التابعه لايران وغير ايران والمحاصصه. فنشوف شلون اكتظوا الناس اليوم بباب المستشفى في ميسان امام مستشفى الطفل. لا خلي يشوفون بعينهم. ثمانية ونص كل ما مدخلين اللي هسه كل احنا مرضى. زين الله يرضى، الساعة ثمانية ونص الدنيا حارة. وبرا واقفين منتظرين الباب ينفتح. واللي هسه ما مفتوح. والله وين المسؤولين وين؟ نعم طبعا في ظل الفشل الحكومي المتراكم منذ العام 2003 ولغاية الآن، إذا تحدثنا عن القطاع الصحي والمستشفيات مع النظام السابق هي نفسها، بل دمروها الجماعة وسيطرت عليها الميليشيات نفس الوقت. يعني اضطر هذا الوضع إلى أنه الناس في العراق تتكاتف. احنا مثل ما شفنا قبل كم يوم بالناصرية الناس شلون فزعت، الناس وليس الحكومة وليس الأحزاب، الناس بيناتها فزعت وسوت مكان للحجر الصحي، واللي تبرع بالأكل واللي راح جاب أكسجين، والمتظاهرين صاروا ممرضين في الناصرية. اليوم أهالي الشطرة مشكورين وجزاهم الله خير في محافظة ذيقار، فتحوا مكان أشبه بالمستشفى حتى يكون مكان للحجر ولعلاج المصابين بفيروس كورونا. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله بهاي الليلة المباركة إحنا كمتطوعين كأبناء الشطرة شباب الضويا الجنوب الشيخ الدكتور الحجي أكملنا أعمالنا كمتطوعين، يعني قضية التجهيزات التأثير الأسرة التبريد منظومة الانترنت منظومة الماء منظومة الكاميرات المراقبة. صار المكان ان شاء الله جاهز، بس قضية واحدة ويكون جاهز لاستقبال المرضى ان شاء الله باليومين القادمين، اللي هي قضية اكمال التجهيزات الطبية. وهاي القضية تخص الاطباء، يعني ما تخصنا احنا، مو شغلنا. ان شاء الله الاطباء هو رأيهم بشوكة يكون يستقبل المرضى بعد يوم او يومين او شيء جمعة، يعني بعد أكتب تجهيزات بسيطة وإن شاء الله يكمل. نتمنى على أهل الشطرة أنه يذكرونا بالدعاء. الشباب صار لهم 8 أيام إحنا بايتين، مرتضى ومحمد خدمتهم ومحمد دلي وسيد أسعد سيدنا الله يحفظك رحمه الله وديه. 8 أيام إحنا بايتين بحيث أنا أدري بهم أهلهم خبرهم قالهم بعد لا تجونا. 8 أيام إحنا بايتين الشباب جزاهم الله خير وموفقين، وهي هاي مدينتهم. نشكر كل من ساهم من أهل المدينة، من ساهم ميانا بمبلغ، من ساهم ميانا بتبرع عيني، من وقف ويانا قوانا، من دعالنا. وإحنا هذا ما أقل لكم، أنا راح يكون هذا مستشفى ينقذ أهل الشطرة، يعني مستشفيات عالمية ودول كبرى ما قدرت تقاوم هذا الوباء. ولكن أقول إنه تكاتفنا هذا وإخلاصنا وتفانينا لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء. آمين. عندكم شيء أضيفه؟ صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا مشكورين اهالي الشطره بهذا المشروع ولو ان كان بسيط، بس يبين مدى انه وصل المواطن الى قناعه بانه لا اعتماد على الحكومه ان كانت المحليه او المركزيه، لا اعتماد على رجال الدين، لا اعتماد على الاحزاب السياسيه، لا اعتماد. يعني احنا اكثر من 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 لقطه، يعني على فكره يعني العراقيين المساكين مع الاسف حتى مدارس قام يبنون، حتى مدارس يتجمعون بيناتهم ويبنون مدرسه منطقتهم حتى يعلمون ولدهم، والجماعه لهفوا المليارات وتلقاه ما شاء الله يصلي بالصف الاول ويلطم ما شاء الله. طبعا احنا نتكلم على كل فاسد من كل طائفه ومذهب، لا نستثني احدا، لا نستثني احدا. يعني جزاهم الله خير وجزا الله خير اهالي الناصريه وكل انسان عراقي غيور يعني عرف واجبه تجاه نفسه وتجاه عائلته واهل منطقته، ان كان عمل مستشفى او عمل مدرسه حتى ينهض منطقته وبلده، لان وصل الى قناعه قال لك الجماعه جايين يبوقونه واذا احنا طلعنا يذبحونه، لو يقولون ذولا ارهابيين وذولا بعثيه. نعم. طبعا عضو لجنه الصحه النيابيه غايب العمري قال بان هناك احزاب متورطه بظاهره الادويه المغشوشه في العراق، يعني الجماعه مو بس حراميه، لا، قتل للشعب العراقي بكل الوسائل، مو بس بالقناص وبالسلاح وبالاعتقال، لا، حتى بالدواء. اضاف بان بعض المتاجرين بارواح الناس يقومون بادخال الادويه الفاسده بطرق غير قانونيه في ظل وجود المنافذ الحدوديه المفتوحه، واشار الى ان سيطره الاحزاب المتنفذه والمافيات على قطاع استيراد الادويه يؤدي الى ادخال الادويه المغشوشه والمنتهيه الصلاحيه الى البلاد. وكانت مفوضيه حقوق الانسان في العراق قد حملت الحكومات المتعاقبه منذ العام 2003 مسؤوليه تردي الواقع الصحي في البلاد. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.